يا ابو رشيد سم تسلم شيك اثنين نبغى مشاركه. ما ادري وش المطلوب مني انا، لا عندي انشاد ولا اعرف انشد. يا سلام اهل الحائل طال عمرك، يعني احبهم الحائل الغريب، بعدين اهل الحائل فيهم رهيفين، خط لهم رهيفه. لو تقول له موضوع جاب حائل على طول، جيب موضوع عن حائل. والله يا طول انت كم لك عن حائل الحين؟ المواضيع عن حائل تطول وتعرض، وبعدين حائل طال عمرك اللي انا اعرفه مشيت عليه 460 قريه ومدينه كلها يطلق عليها حائل، حدوده من الشمال ورا تربه، وحدوده من الجنوب فانوده حدنا مع المدينه المنوره، يعني 300 كيلو و200 500 كيلو شمال وجنوب. وعندك من المسمى اللي مزق حدودنا مع شري، هذه كلها قال له حائل. فما ادري وش المطلوب يعني حائل. انا عندي ابيات سبق ان كتبتها بحائل، تبون نسمعكم اياه؟ ما عندي مال. هات ما يخالف. حلو. انا كنت بجلسه بالرياض، ولا في داعي للي حصل بيني وبين شخص جاهل يقول ان حائل ديره بدو، يمدح على واحد وتكلم كلامه ما هو زين، يقول ان ديره بدو. لا انت هات القصيده طال عمرك، ولا كلامه كلام الناس ما كلمته. قال انت من حائل؟ قلت نعم. كيف؟ قال انا والله ما دريت ان واحد من اهل حائل، وانا ما قلتها ولي في هدف سيء. هذا كلامه هو. قلت له البدو هل في نظرك ما هم شيء؟ انا ابوضح لك عن البدو وجميع رجل ما يركض يطلب البدو ما يسوى هدوم ولا عظهره. والله ونعم في الجميع يا ابو رشيد. قال انا ما دريت. قلت له انا بعلمك عن البدو، انا نشدني واحد قال ديرتك وقول ديره حاتم المشهور، اعتق عبيدي يوم شبوا ضيفهم بالموده حتى يبين النور على مقلب الديرع، وشرجي عقدة القصحون وبنت البخور، وتسمع دينين جورهم وانت جاوب مثل الذيابة، عقب شق النور وتشهد لهم كل التواريخ، وأول تاريخ حاتم بالورق مشهور، وتاريخ زيد الخيل يا لمبة وعنتر اللي مستتح بالكور حايل، وهل حايل ومن به من العرب ربيع، منه للربيع يدور انشدها للتاريخ يا لمبة، ينبيك عنها واحد غيور تاريخهم واضح. ونعم وكلني يعرفه شدعن وسلمى، وهك القور وشدعن ورمان لسان انت جاهل، وظن كنت ثور راع الهور وقا وجلدية، وحبران غربه عرين سود، وبه تشوف نمور وحنا بظل اللي علينا احماهم امن ومان، والعدو مقور في ظل حكام الجزيرة تصقوره، وترى الحرار عيالهن صقور سادة لما نربوا، كل الجزيرة تبدد الظلماء، صارت نور العلم مجاني بكل المراحل من اول سنة، اللي ما يجي دكتور وحطوا لنا بنكين ما يعد فضلهم، بنك زراعية وبنك من يدور، وعلاج مرضانا بلي مقابل مع وجبتين، والصباح فطور ومعاش للمقعد، ومن كان عاجز يصرف لهم في كل ست شهور، وما صرت الطرق من كل يمة شرقة وغرب، وجبلة وحدور أطلب عسى حيينهم بالمعزة، والميت يسكن في جنان نهور. أنا أقول حايل من بعد الجود والصخة من قبل حاتم، لأن نفخ الصور يمنا حايل، وحنا عياله والابن للوالد، يكون برور يدير الشلقان، ومجيد على الذي جابوه يوم انه يهوم الخور، جابوه لمه فوق لي نمتونهم جابوه، من غربي صرخ مكسور ويدير الاسلم، هل الحيسه تاريخهم مع طيبهم مذكور، ذسر الحيسه كلنا نفتخر به، الكل منا بذسرها فخور، وراع الكسابه ضيفته عارفين محسوبة له، حسبة الجزور وديرة مشازي، ديرة مشازي يوم سرحان ضافه بالذيب، ما طوع رضي الشور قر الخروف، وقال للذيب مرحبا هلا، ورحبوا على الميسور الذيب عود، وطيحة سنونة قطع على الخروف، بس أطور الذيب الآخر عندها مكرمين موجود بالنادي، عليها السور يأكل من أحسن ما يقدم، نلزل كنا حداهم بلجرم خشور، وبني تميم ديارنا هي ديارهم تاريخهم نوره، يفوق النور يا مهبه بصحونهم من جليله، وبيوتهم يلقي لها المعشور، وتاريخ بقعه من قديم وحاضر نوره يفوق البدر والبلور، اساعده لح اليوم بهاللقى عموم، ما منهم قصير شبور يكفيك ما قلوبهم قبل يلملا شايع، وشيخان الظفير حدور انتاجها ماجي صدر تقاره فوق الصحون، يقلط الميسور وفهد بن غسلان قال الذي بهم للجار حلو وللضديد مرور هلو، بهتش الخلا قبل عرفها متوارثينه من قديم عصور، وعمال حايل بيضة عمام، ولا اقول منهم واحد مكسور، ولو بعد اللي سمعته طرالي عجز القلم
لا يحصي المذكور ولخصهم بالطيب من دون غيرهم كل الجمال بحملها تثور وكل ديرة بحقها من رجاله وعوذ بالله من كلام الزور الطيب من ربك اقسوم وهايب للبدو واللي يسكنون الدور بهذه البيوت افهم اللي يسالني عن ديرتي تاريخها مخبور رشد بزاخه والشريف محمد هامه وصدر خاطره مكسور خزر بها خيله وندر جماعته سبعه من اللي فعلها مشهور حوشان وناصر وزناتي سبيره مفيار ودريس وعبد الله كبار الشور وبيص ابو شاكر عارفين فعايل وسمي بساميهم قبال وقور الكل منها مسلل بن خد من فعل ربعي يوم هاك الدور على ظهور الخيل ما هي غيالها بضرب رماح اللي تبقي الزور قبورهم معروف تمرين من الحظ الريع صداعية شمال الدور حلف فلاقي دارهم عقب ما حصل الا انت واقع هل انت واقع عقب لو خصور اعطيتنا موجز على الزدعي في ورقة السماح كان قلت قصور ابو زويد قال كل نعرفه وهذا تعرفي ما بها مذخور ورقة السماح من الشواعير كلها معموم لما ما بها مقصور ورقة من الله راضي من سماحه وكل مودة يرضي الجمهور وبعتذر لسان البزيل قاصر لاني بقصاد ولا شاعور اطلب من الله يوم حشرة يجيرني يوم الحساب وصفت الطابور وبهدية للي سمع هدية والعموم شمر غايبة وحضور وجميع رجل يفرق الطيب والرضا مثل الحجوري بس أنا مذكور قضيت الذرفان من انتبيل هل أبو خالد صار له صبور أشكر حيمان الحجوري نيابة عنكم وقولوا له معي مشكور وتميتها 66 عدها وانصح تعبيري فأنا مسرور اختامها مني صلاة على النبي بإعداد ما رفرف جناح الطيور وسلامك صح لسانك أبو رشيد صح بدر والله واحد يعلك لسانه يقول ديرة بدو ما هي قدها تمديح ولا قد شيء والله يا ابو رشيد والله لا تحمله تاريخه عندي ديرة بدو ابو رشيد اقول ما يحقر الرجال الا خس الرجال تسمعني يا ابو رشيد ايه اقول ما يحقر الرجال الا خس الرجال ودائما الانسان اللي فيه نقص واللي فيه مشكله تلقى احيانا هو يعلم الامور هذه والله هو اعترف انه اخطا اعترف انه اخطا واعترف وتسامح قلت انا بعلمك عن هالي تاريخهم عندك عن البدو وش يكونوا فيها